باص الكره لفالدي العين لعلي لفالدي، لكن يوسف جابر يخلص الكره والكره اقرب لعبيده طويله هو سانجو فالدي. يا سلام يا سلام، بلنتي العين، ركله جزاء لفالدي، فالدي الشادي اقلب دورينا، فالدي يولع الدنيا في دورينا، ركله جزاء تحتسب لمصلحه العين ولمصلحه فالدي بها. ركلة جزاء لصالح الزعيم، شوف هذه الكرة التي حدث فيها الارتباك، خلونا نتابع ونشاهد المحاولة العينوية التي من خلالها احتسبت ركلة الجزاء. محمد عمر زاوية الرؤية واضحة والحكم المساعد زاوية الرؤية واضحة، باليد ما أشاهد عرقلة، نشاهد هل بالأقدام هناك عرقلة، هل هناك بالقدم في عرقلة وفي تلامس، باليد ما فيها تلامس. ركلة والدي الرقم الصعب، فالدي بيلعبها، سلام، الرقم الصعب يصعبها، الرقم الصعب يصعبها، والعيناوي بيعود للمباراة والتعادل 1-1. شو تقول يا فالدي؟ ما معنى الإشارة التي تعملها يا فالدي؟ إيفان هشك، إيفان هشك، لكن فالدي بالإشارة اللي بيديه شو معناتها؟ راح تصيح الأهلاوية، راح تبكيهم يا فالدي، شو قصدك يا فالدي؟ فالدي يبتسم، وكل من يرى فالدي يجب أن يبتسم.